أبدأ مع السيد كادار. سيد كادار، لماذا انطلقت هذه الحملة الأمنية لمطاردة الدواعش وضبط الأوضاع في مخيم الهول؟ من يشارك بهذه الحملة العسكرية؟ تحية لك ولضيفك ولمشاهديكم. الحقيقة بعد أن تفاقم الوضع في مخيم الهول في بداية منذ بداية العام، يعني خلال الربع الأول لهذا العام، هناك أكثر من 47 جريمة قتل منفذوها من داخل المخيم من الدواعش أنفسهم. تأكد لدى قوى الأمن الداخلي بأن داخل المخيم أصبحت هناك ما تسمى بالحسبة أو الشرطة الداعشية داخل المخيم. هناك محاكم خاصة بهم داخل المخيم أيضا، يقومون بمحاكمة كل من يخالف شريعة داعش أو مفاهيم داعش، كل من لا يلتزم بقوانين داعش، وكأن دولة داعش أصبحت مصغرة داخل المخيم. هذا ما أدت بقوات الأمن الداخلي، المجموعة ليست فقط قوات كردية وإنما قوات قسد، بالإضافة إلى قوى الأمن الداخلي. المجموع يتألف من 6000 عنصر، بدأوا منذ الأمس، منذ يوم الأحد، حملة لتطهير داخل المخيم. في اليوم الأول كان هناك اعتقال لتسعة عناصر دواعش أسماؤهم مدرجة على لائحة المطلوبين، ومنهم أبو سعد العراقي، وهو أحد قادة داعش وأكثر من كان يقوم بتجنيد وتنظيم لصالح تنظيم داعش. في اليوم الثاني هناك 23 حالة اعتقال أيضا من عناصر مدرجة أسماؤهم كمطلوبين لقوات سوريا الديمقراطية، بالمفهوم العام مطلوبين لدول العالم أجمع بانتسابهم لتنظيم داعش، يعني قد كانوا ضمن التنظيم عسكريا وقاموا بجرائم التي يقوم بها التنظيم الإرهابي داعش. مخيم الهول حقيقة الكثافة السكانية المتواجدة به، نحن نعلم بأن أنشئ فكان العدد ما يقارب 10 إلى 15 ألف، هذا هو سعة استيعابه، لكن الكثافة الموجودة والأعداد الهائلة من عوائل التنظيم الإرهابي أدى أن يكون هناك كثافة. ضعف الإمكانيات لدى قوات سوريا الديمقراطية وتراخي الدول تجاه عوائل هؤلاء الإرهابيين هو من يجعل أن يكون هناك أزمة كبيرة ضمن المخيم. التواجد بكثافة في نقطة واحدة لمجموع الإرهابيين هؤلاء، أصبحت لديهم ضمن المخيم كما ذكرت شرطة خاصة بهم ومحاكم خاصة بهم ومدارس تدرس الأطفال نهج التنظيم الداعشي الإرهابي. وضع السيء هناك يساعدهم على أن يكون المتلقي لديه قابلية أكثر لأفكار هذا التنظيم الإرهابي. وجدنا ذلك في أمر عبر الصحفيين الذين زاروا المخيم قبل عدة أيام فقط. مراسلة لإحدى القنوات العربية المعروفة زارت المخيم، وكانوا يقومون بتهديدها بأنها كافرة وفقط لأنها لا تغطي رأسها أو لا تلبس اللباس الشرعي لتنظيم داعش. وأكثر من حالة قتل حصلت داخل المخيم للنساء وتحديدا من العراقيات بسبب لأنه لم يلتزموا باللباس الشرعي لهذا التنظيم. من يتحمل مسؤولية هذا الأمر حقيقة ليست قوات سوريا الديمقراطية تفاقم هذا الأمر، إنما دول العالم بأجمع أو كل الدول التي لديها رعاية في سوريا من هؤلاء التنظيمات الإرهابية. هم لم يساعدوا قوات سوريا الديمقراطية في إقامة محاكم رسمية على المكان الذي حصلت فيه الجريمة، وكذلك الأمر يرفضون إيواء إرهابييهم أو حتى عوائل عوائل التنظيم الإرهابي. طيب سيد كادار، هنا أريد أن أسأل، هل هذه الأعداد من المعتقلين، هذه الجرائم، تقول أن هناك شرطة لداعش، هناك تعليم للأطفال النهج الإرهابي، وأيضا هذه الدول تهمل رعاياها المنتمين إلى التنظيم الإرهابي، هل تعتقد أن هذه مصادفة، هذه نتيجة إهمال، أم هذا سيناريو متعمد من الجميع لحبس الإرهابيين جميعا هم وعوائلهم وأطفالهم في بيئة واحدة؟
يعني لا يمكنني ان اقول بان هناك سيناريو او برمجه لان تبقى العوائل واعاده تنظيم داعش مره اخرى، لا ليس بهذا الشكل، ولكن تخوف تلك الدول وما يتلقونه من يعني ما ان مثلا فرنسا ان قامت باحضار مجموعه ارهابيها الذين موجودين في تلك المنطقه هنا تكلف الدوله الفرنسيه اموال طائله، ما عدا خوفهم من ان يكون عوائلهم واطفالهم ان يتحولوا مره اخرى الى جهاديين داخل الدول الاوروبيه. الاهمال من الدول الاوروبيه من امريكا من كل الاطراف وضعف امكانيات قوات سوريا الديمقراطيه، بالاضافه الى نقطه جدا مهمه وهي الدعم الذي يتلقاه هؤلاء الارهابيين من دول الجوار وتحديدا هنا تركيا، لان اكثر من خليه تم اعتقالها قبل الآن، ليس ضمن الحملة ولكن قبل الآن كان تواصلهم مع الاستخبارات التركية لتهريب عناصر داعش القيم ودائما باتجاه تركيا. تركيا في بداية حربها على رأس العين وتل أبيض كانت استهدفت وبشكل مباشر المخيم الذي كان يقطنه الإرهابيين في منطقة عين عيسى، وتم توطينهم الآن طبعا بعد احتلال تلك المنطقة من قبل الدولة التركية، تم توطين هؤلاء الإرهابيات في إرهابيين في مدينة رأس العين وعددهم يتجاوز 1800 وجميعهم من العراقيين، حتى هويات تم تغييرها وإصدار هويات بإخراج قيد أو بنفوس ضمن سيطرة النفوس التركي بأن هؤلاء من سكان تلك المنطقة، وهو ما تسعى إليه تركيا من أجل إحداث التغيير الديمغرافي.